FM Sport Plus برعاية تونس بيت. FM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. مساء الخير، مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من سبور بلوس 7:06 على إيفام أحلى راديو، حلقة الخميس 6 جوان 2022. سلموا برش على كل متابعينا ومستمعينا داخل أو خارج حدود الوطن، مرحبا في سبور بلوس. في إيفام سبور بلوس اليوم نحكي وزارة شباب ورياضة ترفض قرار لجنة التأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وتهدد الجامعة. عودة على كل ما صار في ندوة صحفية اليوم لوزارة شباب والرياضة، نسمع تصريح سيد شكري حمدة رئيس الشؤون القانونية في وزارة شباب والرياضة، وجهة نظر القانونية. كذلك نسمع سيد منصف شلغاف مدير الرياضة وناخذ القراءة القانونية في الموضوع هذا، موضوع الأسبوع، موضوع الساعة، المتشعب جدا من النواحي القانونية. نحكي كذلك على ظاهرة جديدة موجودة في ملاعبنا، ظاهرة البركاجات داخل الملاعب، ظاهرة داخل البركاجات داخل الملاعب وخارج الملاعب، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي والبسيكولوجي. نسمع زادة شهادات لناس تعرضوا لعمليات بركاج، نسمع شهادات لناس قاموا بعمليات بركاج وتابوا يفسرونا ويفهمونا علاش قاعدين يقوموا بظاهرة البركاج، هل الإشكال الأمني وإلا ثم إشكال ليات أخرى. هذا بيكون موضوعنا في الدوسي اليوم في حصة سبور بلس. هذا غيره من الأخبار. تحية كبيرة برشا لكل فريق الإعداد، أمير تحيلي في الإخراج، بشرة سعيد في العمل الصحفي، تحية العبير وأيمن الوافي في السيت ويب ولا السوشيال ميديا، صديقتنا في الإف إم تي في وإم ربح وإيمان الجدي، معكم أيمن زروق رفقكم في ساعة من زمان. الرحلة تبدأ توتسويت ويرفقني فيها في التعليق على هذه المواضيع قيس يعقوبي. مساء الخير، أهلا وسهلا. سيد نور أيمن، أهلا. صباح لباس، الحمد لله. عايش، سلام عليك ونسلم على فريق العمل من وراء الزجاج المستمعات والمستمعين. ماتش ستارة ولا الزجاج؟ طورنا المستمعات والمستمعين بطبيعة الحال. حصة بشدوم كما العادة، نقولوا ساعة 55 دقيقة، نقولوا 54 دقيقة أقل شوية. يذنوا بك مش نحكيوا فيها كرة، يذنوا بظاهر من الكونديكتور ومن العاونين اللي عملتهم. دونك حصة سخونة، أتمنى تكون فيها طارق سالم حيو بالمناسبة، ونحيو وليد قرفالة وعمار جمل. مرحبا سمير. مرحبا، كم نقدم انت الحصه؟ ان شاء الله ربي يقدر الخير. اي فورا، كمل قدم الحصه، كملوها كلها في الساعه كامله معناتها، كل شيء 54 دقيقه كلها منهم 10 دقائق ولا شيء. تحيه والسلام. مرحبا بك، محضر لنا روحك في الامور القانونيه بس يعقوبي. رافقنا كذلك سمير سليمي، اهلا وسهلا. مساء الخير، اهلا بك. تحيه ليك زروق، تحيه للناس يسمعوا فينا، الناس الكل. انا مستغرب وجودي وجود قيس في الحصه الماضيه، حقك جبت واحد بحاث وواحد محامي ودكتور في الامور الاجتماعيه، كلهم موجودين. موجودين، كلهم موجودين. تريبيا الحصه هذه ماهيش حصه نتاع كورجي، هذه حصه نتاع ناس من ميادين اخرى مختلفه، ولو انه تنعطيو راينا بكل تجرد كما العاده. انا عندي ثقه عمياء في ارائكم في كل الحالات، معناتها هذا امتحان لي، معناتها معرفتكم في الجانب البسيكولوجي، الجانب القانوني، فهمت؟ معناتها كيلكوسي، معناتها مثالش نخرج شوية من عالم كرة القدم. مع الأسف الشديد هذه هي الأكتواليتي، ديما نقولوا مع الأسف الشديد لأنه ماذا بينا نحكي ديما كرة القدم، لكن مع الأسف مرة أخرى نقولوها أنه المشاكل ديما تطغى من مشكلة لمشكلة، من مشكل قانوني إلى مشكل قانوني، من بوليميك لبوليميك. والحقيقة الموضوع هذا متشعب جدا في علاقة ديما نقولوا موضوع إعادة مباراة أمل حمام سوسة ونجم المتلوي، القانون هذايا والمسجدات في الموضوع هذا. مرحبا بك سمير، مرحبا قيس يعقوبي. نخرج فاصل ثم نبدأ إن شاء الله في حصتنا. وتسمو في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل. مرحبا بنا جديد، توا 7:11 نبدأ مباشرة في صلب الموضوع والندوة الصحفية واجتماع وزارة الشباب والرياضة. لانفو دو جور.
دونك اليوم سمير وقيس كان الموعد مع ندوة صحفية كان حاضر فيها سيد شكري حمدة مدير الشؤون القانونية والنزاعات في وزارة الشباب والرياضة، كذلك سيد منصف شلغاف مدير الرياضة في الوزارة. من بين القرارات هنا نعرفوا الناس الكل هي تنذكروا شوية أساس الزمني أن الوزارة استقبلت كل من نجم المتلوي الهيئة المديرة متاحة، استقبلت أمل حمام سوسة وترجي جرجيس في علاقة بقرار لجنة التأديب بالقيام بماتش دابوي ما بين ترجي جرجيس وما بين نجم متلوي وأمل حمام سوسة. شكري حمدة يقول أنه ثلاثة من جملة أربع فرق في مجموعة تفادي نزول بما فيها الفريق المستفيد اللي هو نجم المتلوي، المستفيد بين ظفرين خاطر المتلوي ما يعتبرش نفسه مستفيد من الموضوع، يقول لك أنا نحب نقعد أوتوماتيكون فماش علاش باش نلعب مباراة. رفضت القرارات اللي خذتها لجنة التأديب صلب جامعة التونسية لكرة القدم فيما يتعلق بمسار في مقابلة الجولة الأخيرة، مقابلتي الجولة الأخيرة. نسمعوا التصريحات، نبدأ بالسيد شكري حمدة، نحاولوا نفهموا باش نجموا نعلقوا بعض موقف الوزارة. نسمعوا تصريحه في ميكرو زميلي قيس بنينة اللي كان حاضر في الندى الصحفية. مالاش باش نطردوا في تطبيق القانون جسكوبو، ما معناش حتى مشكلة، وهذا راه معناش في مشكلة، راه معناش مشكلة حتى مع اتحاد دولي، راه وحلينا احنا اتحادات اخرى، واحنا في نفس الوقت راه ننظر للجامعات الرياضية من نفس الزاوية بكلهم هياكل مكلفة في القانون وينطبق عليها نفس القانون. الدولة محمول عليها احترام القانون، ما نجمش يجي اليوم نظل قدام فوضى وقدام خرق للقانون باش نسكت، هذا واجبي. انت كمواطن ولا اي انسان كمواطن، وينك انت دولة؟ اليوم المواطن اذا كان يولي يحس اللي دولته عاجزة عن تطبيق القانون على الدنيا السلامة. شوف احنا ننظر في الموضوع ونبحث في الموضوع على وفق المعطيات التي تتوفر لدينا، بدءا بالمعطيات التي نطلبها بشكل مباشر من الجامعة، ورسلنا الجامعة لمدنا بمجموعة من المعطيات بما ظهر من في وسائل الإعلام، بالقرارات التي صدرت، بالسماع إلى الجمعيات، بطلب الإيضاحات، كل ما توفر وكل ما يتيحه القانون من وسائل البحث والتقصي نعتمدها، وهذه معروفة في دليل البحث ودليل التفقد وكل الأدلة التي تزخر بها الدولة التونسية والقانون. القرار هذا يبقى قرار للجمعيات، هي المعنية به وهي اللي تقرر هذا في إطار هذا. احنا ماناش هنا باش نؤمر جمعية او غيرها باش تتمرد على هيكلها او غيرها، لكن احنا نوضحه في موقفنا القانوني اللي نعتبره القرار هذا قرار باطل ومعدوم ما عنده حتى اثر، وسنواصل في ما بدأناه وسنتخذ القرار المناسب. لكن أنت أشرت إلى مسألة مهمة جدا، مسألة معاش معنية بالهياكل فقط أحباء، وفي وضعية نعرفوها الكل في البلاد في منطقة منجمية باش تؤدي إلى انعكاسات خطيرة، وهذا ما نعيبه مرة أخرى على الجامعة أنها تتخذ قرارات لا صح لها ولا أساس قانوني وتريد فرضها. لو كانت القرارات، لو عكسنا وكان القرار قرار قانوني ومؤسس وواضح ورفضته الجامعة، سنتدخل كذلك من أجل فرض القانون والقضاء على الجمعيات. فهمت وعكست لك الحكاية؟ يعني لو كان القرار بتاع الجامعة كان قرار صحيح ورفض الجامعة التطبيق، احنا باش ندخله ونفرض عليهم هذا. نفس الشيء اليوم احنا باش ندخله زادة ومناش باش نمنعه، يلزمنا نمنعه أي خرق للقانون بما أتينا من الوسائل القانونية في ذلك. الدولة دائما تتعامل بجدية وبموضوعية وتراعي كل القوانين، راعوا مصلحة الفريق الوطني، الفرق، الجامعات، وما نعملوش في قرارات انفعالية أو ارتجالية، ونعلم جيدا وندرك جيدا حدود القانون الرياضي وتدخل الهياكل الدولية وقانوننا وقانون الدولة التونسية وقانون السيادة التونسية، وكل قرار سنتخذه سيكون محل قبول من كل الهيئات سواء الدولية أو الوطنية، لأنه سيكون قرار مبني ومؤسس واقعا وقانونا. هذا إذن سيد شكري حمدة. بعد شوية نزيد ونسمع تصريح آخر سيد منصف شلغاف. قبل ما ناخذ الجانب القانوني، ثمشي تعليق قيس يعقوبي وسمير السليمي بارابور الكلام اللي كنا نسمعوا فيه، تعليق والا تساؤل والا تعليق على ثلاثة كلمات وردت على لسان سيدي ذري الممثل القانوني لوزارة الشباب والرياضة. قال
أنه قرار الجامعة بإعادة مباراة نجم المتلوي بمعنى أحداث مباراة فاصلة بين نجم المتلوي وحمام سوسة قرار عدمي وليس له أثر. خلنا نحكي وش فهموش معنى عدمي وليس ما عندوش أثر، ما تردش بش عليه أثر. شو معنى عدمي؟ معناه لا عنده بداية لا نهاية، ينتمي إلى العدم. سمير، لا عنده بداية لا عنده نهاية، هذا في الجارجون القانوني في القانون وأنا عملت سنتين في جمال. العدمي معناه هذا هو، لا عنده بداية لا عنده نهاية، معناه ما عنده حتى مكان هالقرار هذا. واحد ثم قال ما ترتبش عليه أثر. تعرف معناه ما ترتبش عليه أثر؟ يعني الأطراف محل النزاع ماهيش ملزمة بتطبيقه. مش معناه ترتب عليه أثر، أنت كما تطبقش حاجة تتعاقب ولا هذاك الأثر هو العقاب. يعني حاجة باين جزيك ولا هذاك الأثر. هذا كيقول لك لا يترتب، لا يترتب عليه أثر، بمعنى أنه عدم معنى الفرق المعنية بالأمر غير ملزمة بالانصياع أو تطبيق هذا القرار. يعني المتلوي حمام سوسة كاين ما يلعبوش المباراة والجامعة بتنجي تعمل لهم حتى شيء، هذا ما معناه مترتب عليه حتى أثر. هذا بالنسبة للكلمتين. الحاجة الثالثة أنا باش نحكي فيها وسمير زادة تحبوا يحكي فيها، وقت اللي أنت ممثل، أنت تمثل الدولة ولا وزارة الشباب والرياضة، تحكي بسلطة الدولة وبقهر الدولة. تعرفش معنى القهر؟ القهر متاع الدولة معنى السلطة، مش معنى يقهر عبد. السلطة القهرية متاع الدولة، معنى الدولة عندها القوة باش تنفذ الأوامر متاعها. تجي تقول ما رعيناش منطقة منجمية وتنجم تسخن فيها الأمور. اسمع فيها أي. على اليوم ما نجموش نتحدث على منطقة منجمية، لا منطقة ساحلية، لا منطقة في الجنوب، لا منطقة في الشمال. القانون يتطبق على الجميع دون الرجوع المكان الجغرافي متاعهم، دون الرجوع لحتى حاجة. دونك هذو على ما يبدو ولا معطى جديد، هذه ثلاثة معطى اللي عندي صراحة. شنو ملاحظاتك سمير؟ والله قبل كل شيء ساعة باش نوضحوا الصورة، أنه وزارة الشباب والرياضة تشرف على كل ما هو قطاع رياضي في تونس هكا ولا لا؟ وبطبيعة الحال الجامعات في كلها تنضوي تحت راية الشباب والرياضة باعتبار الوزارة، باعتبار كيما وزارة الثقافة الشابوت كيما وزارة الثقافة. دونك بصفة آلية الجامعة التونسية لكرة القدم تنضوي تحت رعاية أو تحت إشراف الوزارة هكا ولا. وفي نفس الوقت قبل نحكي أنا وقيس، في نفس الوقت الجامعة التونسية لكرة القدم تنضوي تحت لواء الفيفا، اللي الفيفا تلزم الادارات هذه والجامعات هذه والاتحادات هذه بعدم الانسياق وراء السياسه وراء شيء هذا كله هكا ولا لا. دونك فما هنا عامل دوله مشرفه على القطاعات الكل، كل الرياضات منها كره القدم، ومن غادي فما قوانين الفيفا وسلطه الفيفا وقوانين الفيفا. بطبيعه الحال وقت اللي الدوله ممثله في الوزاره تشوف شبهه نتاع فساد او نتاع رشوه او نتاع اي حاجه تخل بالامن القومي او كذا، فان عليها تدخل، من واجبها ان تتدخل هكا ولا قيس. وبالتالي هنا مش تفرض سلطتها اللي انت تكلمت عليها قيس على الاتحاد التونسي لكره القدم، وتقول له القرار اللي طبقته سواء قرار صايب ولا مصايب يا اخويا يرجع لي انا بالنظر باش نبث فيه، وهذه قضيه الحال هكا ولا قيس. وهو موضوع معناه جدال، راهو جدال معناه شائك فيه برشا زوايا وبرشا مطبات قلقه لو فهمتني، بين وزارة الشباب، واحنا نعرفوا الخلاف بين وزارة الشباب والرياضة وبين الاتحاد التونسي لكرة القدم في السنوات الأخيرة، اللي هو خلاف وبين سياسي، هو خلاف سياسي، هو خلاف سياسي، وتطفو على الساحة المشكل هذايا نتاع التلاعب بالمباريات والرهانات والأمور هذه كلها، وإعادة مباراة فاصلة اللي أنا أعطيت فيها الرأي نتاعي. وكذلك الحال لابد أن نعطي لكل ذي حق حقه. اتصل بي خويا وصديق الأستاذ المعطي داخلي، وضح لي وجهة النظر متاعو على المستوى القانوني، باعتبار أني مانيش متشبث برشا، أنا متشبع برشا بالقانون، فأعطاني وجهة النظر متاعو من ناحية القانونية والمستندات اللي أيد بها القرار متاعو، أنه القرار معناها لائحة من لوائح الفيفا تقول أنه في صورة ما يتنجم تعمل مباراة فاصلة. على كل حال
على كل حال لهنا دخلنا في مشكل كبير ياسر. المشكل هو كنا حكينا فيه راو، المشكل انه اذا كان ثبتت تهمه الرشوه او تهمه تلاعب بالمباريات، هنا لابد من عقاب الراشي والمرتشي اللي دفع واللي قبل هكا ولا دونك اذا كان انت تاكدت من انه حمام سوسه اعطاه فلوس للجرزيس يتعاقبوا الاثنين، ونفس نفس الحال بالنسبه للمتلوي من الغد، كان عندك وثائق لكن بالنسبه لهم متلوي وباجه اي متلوي وباجه، لكن بالنسبه لهم بالنسبه لهم لا اما بالنسبه لهم ما فماش بالنسبه للمباراه الثانيه ما فماش معناها قضيه ولا كذا، فما حتى شيء عندهم كان مشكل نتاع جرزيس ونتاع على خاطر هي المكتب الجامعي احال ملف مقابله بركه للجنه لجنه التاديب، في حين انه المباراه الاخرى ولا هما مربوطين الناس اللي تفرجت. سامحني سبيب شفاعل معك مش قاطع كمل في عقلك اي ميساج. الناس اللي تفرجت الماتش قال لك يا ولدي قبل ما تمركي شكون حمام سوسه قال لك مد سميوه احنا مد رد لعب خرد عرفتها اي 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 باساديس وناس تفرجت والكل جمعيه شاده اشطر تيرام تاعها وكذا ثم اي ديما على لسان معطي قيس ما نعرفش تجاوب معايا ولا لا. القضية الرشوة أو التلاعب بذاية قال لك فيها إعداد تحضر لها من قبل، هذية حتى كان فما تراخي وكذا كانت وليدة الصدفة باعتبار النتيجة الأخرى، وبالتالي فما اجتهادات أو قراءات كبيرة ياسر في الموضوع ذاية، وأنا ما فهمت منه حتى شيء. في النهاية أنا رأيي قلت بعد في الليل بعد الماتشوات هذوكم الزوز قلت أنا يلزم فتح بحث في الموضوع ذاية، ولكن عنا تليفوني ولكن في النهاية أنا صراحة مانيش مختص في القانون، أنا ضد الماتش الفاصل هذايا ما فهمتوش بالحق ما عندوش لا رأس. هناخذوا الجانب القانون الموجود معنا في المباشر الأستاذ كمال بن خليل، ناخذ وجهة نظر وقراءة قانونية في زوز جوانب. الجانب نتاع القرار في حد ذاته اللي برشا تحدثنا عليه، لكن اليوم هات نبداو بالمستجدات في علاقة بوزارة الشباب والرياضة. مساء الخير، مرحبا متر. اهلا وسهلا ايمن، مساء الخير، مرحبا بيك بقيس بسمير، ليهم وحشة الاولاد ان شاء الله عليهم برشا. عايشك يا استاذ. مرحبا بيك استاذ كمال بن خليل. اليوم ما صدر من قرارات ومن تصريحات لوزاره الشباب والرياضه، في اي خانه نجم نصنفوها، اي قراءه قانونيه لموقف الوزاره من مسار في البوليميك هذه؟ انا اليوم حضرت الندوه الصحفيه اللي عملتها الوزارة، الحقيقة أني أصبت بخيبة أمل، لأني كنت منتظر البارحة كنا حاضرين أيمن في برنامج تلفزي وكان ثم معناتها إعلان بأنه الندوة ذي باش تكون تاريخية وباش تعطي قرارات. فاليوم معناتها الحقيقة معناتها خرجنا ب ما حكينا شيء، معناتها حكاوا على قانون موجود نعرفوه حكينا عليه، قانون 94 عدد 104، دونك ما فما حد شيء. اليوم التهديد بحل التهديد ضمنيا بحل المكتب الجامعي على اساس الفصل 21 هذا نحكيو فيها عام قداش من عام. السؤال اللي ما فماش جوابه اليوم في الندوه الصحفيه، تو انت باش تحل المكتب الجامعي على اساس خطا جسيم من المكتب، انا نحب نعرف اين اخطات الجامعه، مانيش لسان دفاع الجامعه، اما قاعد نعطي في قراءه قانونيه، انا نحب نفهم كرجل قانون. الوزاره تعتبر انه الجامعه ما طبقتش القانون وانه لازم كيفاش تطبيق القانون تعتبر الجامعة سيدي نهار كي صارت المباراة في الليل خرجت بيان قامت بما يمليه عليها القانون من إعلام للهياكل الدولية، أعلمت لجنة الأخلاقيات في الفيفا، أعلمت لجنة التأديب، ثم عهدت لجنة التأديب والروح لجنة الأخلاقيات في الجامعة التونسية لكرة القدم التي أحالت الملف إلى لجنة التأديب والروح الرياضية بالجامعة. هنا الساعة ثم خلط أول، لانه نحكيو على المكتب الجامعي، القرار القاضي باجراء مباراه فاصله راه ما اصدروش المكتب الجامعي، راه قرار اصدرته لجنه التاديب اللي هي تابعه للجامعه الرياضيه لكنها تتمتع بالاستقلاليه، يعني اصدرتها كي اذا كان هو جاء المكتب الجامعي فاش قام يعمل فيها، يولي المكتب الجامعي ياخذ قرارات. دونك من الناحيه القانونيه والهيكليه هذه لجنه مستقله فيها رئيس وفيها أعضاء وفيها كتابة وفيها كل شيء، دونك المكتب الجامعي ما هوش هو اللي أصدر القرار. هذه نقطة أستاذ سامحني يعني أستاذ سامحني باش تفاهم معك، لجنة الأخلاقيات قيس معك، لجنة الأخلاقيات هذه أستاذ هل لجنة التأديب لجنة التأديب خطر قانون لجنة الأخلاقيات، المهم اسكو هي
محمولة على أنها تصدر قرارات أو تعطي توصيات ولا تطبق قرارات الفيفا. طبعا طبعا الفصل 41 من ستاتيو نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم يعطيها صلاحيات مطلقة وحصرية في كل ما يتعلق بالتأديب الذي مناطه شبهات التلاعب بالمباريات. يعني أنه الفصل 41 واضح يقول أنه لجنة التأديب عندها سلطة حصرية ومطلقة في الروح الرياضية في كل ما يمس نزاهة اللعبة وسلامة اللعبة. هذا واضح الفصل 41. يعني أنه تعهيد لجنة التأديب والروح الرياضية هو تعهيد قانوني من ناحية الفصل 41 متاع الستاتيو متاع الجامعة. اثنين، النقطة الرابعة في بيان الجامعة متاع ليلة المباراة 18 ماي كان صدقني ربي ولا 19 ماي. النقطة الرابعة تقول فيه الجامعة أنها عهدت لجنة الأخلاقيات وطلبت منها إجراء اللازم طبقا للوائح الفيفا. كي نرجعوا للمجلة التأديبية للفيفا، لأنه الأمر أصبح من علائق ومن مشمولات لجنة التأديب ولجنة الأخلاقيات متاع الفيفا في النقطة الأولى والثانية. كي نرجعوا للمجلة التأديبية، المجلة الأخلاقيات الفيفا، نلقاه الفصل 29 والفصل 18 يحكي على الحالة هذه متاع التلاعب بالمباريات. لهنا تقول لي أنت كيفاش معناتها اللجنة الإثباتات كيفاش هي ماهوش متوفرين الإثباتات. لهنا لجنة التأديب ولهنا لجنة التأديب مشات في تمشي أنا شخصيا راه لوجيك برشا ومعقول برشا. علاش؟ لأنه الفصل 18 فيه دو باراغراف، في فقرة أولى تتحدث عن التلاعب وشروط توفر التلاعب، تقول التلاعب هذايا بلغة مبسطة البيعان والشريان، معناتها باش تبيع طرح، ما ثما شكون باش يبيع وشكون باش يشري هكا ولا؟ دونك الفقرة الأولى نتاع الفصل 18 تقول لك يلزم يثبت ثما مقابل مادي. تذكروا مارسي اي وهذا ما ثبتش يا متر، هذا ما ثبتش. دونك وبالتالي علاش عملنا ماتش دابوي معناها هاو جايك الحديث. دونك كان تذكروا مارسي الفلوس لقاوهم وكيفاش لقاو الفلوس وما صلتوا العقوبات الا ما شدوا المقابل المادي. يعني انه لابد من وجود الشرط الاول مقابل مادي. الشرط الثاني يلزم ثم اتفاق بين الجمعيتين، بين الجمعيه اللي باعت والجمعيه اللي شرات. هذا غير متوفر. دونك بما انه غير متوفر انا ما نجمش نحكي جو بو با كونداني لي دوز ايكيب خاطر لي دوز ايكيب خاطرهم. لكن لجنه التاديب في اطار الفقره الثانيه لهنا دخلت جات للفقره الثانيه. الفقره الاولى غير متوفره، التلاعب والبيع والشراء مش موجود. الفقره الثانيه تقول انه يمكن للجنه التاديب والروح الرياضيه اتخاذ اي قرار، جو دي بيان ثلاثه اسطره تحت اي قرار تراه مناسبا للحفاظ على سلامة ونزاهة اللعبة. باهي، هنا إذا كان القرار هذايا لا يقع تطبيقه يا متر من عند المتلوي وحمام سوسة، مع العلم أنه الوزارة ساندت الجماعة. دونك هنا شنو المأزق اللي باش نتحطوا فيه هنا قانونيا ورياضيا؟ مأزق كبير برشا، لأنه لجنة التأديب إيش عملت؟ قالت أنا صحيح لي دوز إيكيب، ما خاطر ما باش الناس ما تفهمش تقول لك شنو هي هالخلطة هذايا وهالتخلبيز، توا من شيرة ما فماش تلاعب ومن شيرة نعمل ماتش دافوي. هذاك هو هذاك الإشكال. هاو علاش؟ لا هاو علاش؟ لأنه لجنة التأديب قالت صحيح الجمعيات ما تفهموش، أما ثم ملاعبية في الدرج الأخراني يلزم فاصي لو جو وحدهم هما من تلقاء انفسهم. دونك الخطا الى الكومب للملاعبيه مش للجمعيات. يعني انه الجمعيه بمسؤوليها ما قالتش للملاعبيه برا واعملوا اللي عملتوه. الملاعبيه عملوا عمايل. دونك متر فذي في مباراه حمام سوسه وترجي جرجيس، علاش ما نتحدثوش على مباراه المتلوي والاولمبي البيجي؟ عطاو نجيك عاد لهنا. دونك اش عملت هي اللجنه؟ قالت لك انا ثم فريق استفاد اللي هو حمام سوسه وثم فريق تضرر اللي هو نجم المتلوي. انا يا خويا نحطهم فاس فاس يقولوا مير غاني. هذه اللوجيك نتاع لجنه التاديب ونتاع القرار نتاع المباراه. ما كل لوجيك، هذا اللوجيك هو قرار اجتهاد ماهوش ما هيش. تقول لك انا الباراجراف دو اعطاتني، علاش قلت لك سطر على اي قرار ثلاثه اسطر؟ هي قلت لك انا اجتهدت استاذ، انا اجتهدت. هي هات خلينا ناخذ تفاعلات. هاي متر خلينا ناخذ شويه تفاعلات. طيب اسمع، هاو اليوم عندنا فقه قانون ما شاء الله، جوريسبرودونس اليوم هكا ولا؟ لان سيت اون بريمير. انا باش نقول لك حاجه، انت كرجل قانون وقت اللي اليوم نجم المتلوي اللي هو لو ما صارش هذا الكل موجود في الرابطه الثانيه بالله. اليوم استفاد من فرصه حقيقيه صحيح ولا؟ نحكيو توا على الماتش.
استفاد من فرصة حقيقية أنه يبقى في المحترفة الأولى لكنه رفض. نقول لك علاش رفض. نسمع فيك خويا. لا نحب نعرف شنو المآلات مش علاش رفض. مآلات القانونية جوريتو سي روحو ماش في مونترينمون على خاطر على خاطر المتلوي كما قال البارح رئيس وجوريتو ومشي تراناو دونك فما بروبابيليتي كبيرة انه يخسر دونك يقول لك انا باش نرجع دونك هو شي يحب يحب هزم هزم السسمة حمام سوسة ويرجع اوتوماتيكمون اوتوماتيك هذاك علاش رافض به. المآلات لهنا هو اجتهاد داكور انا نقول لك اللي هو اجتهاد انا شخصيا انا شخصيا انا باللي صار لو كنت انا مكان في رئيس لجنه التاديب والروح الرياضيه اقر النتيجه الحاصله على الميدان وما ناخذ حتى قرار لا مباراه فاصله لا حتى شيء ساقر النتيجه. والشبهات عملنا فيهم شبهات ما الشبهات فما نيابه عموميه عدم سماع دعوه وكهو انا نقعد لا مش دوري مش دوري فما نيابه عموميه وكان الملف مشى للنيابه انا مش نقعد 6 اشهر نستنى في النيابه مش دوري انا فما الفصل 18 يقول لي فما حاشين يلزمهم يتوفروا الفلوس والاتفاق ما توفروا ليش الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك انا احكم بالظاهر والله يتولى السرايا. سؤال اخير من عند قيس وسمي سامحني ثقلنا عليك يا استاذ. لا مرحبا بالعكس ربي يفضلك نعاود ورا رحاب صدرك عايش خويا عايشك ربي يفضلك اسمعني مثال شعنا خلينا نعملوا ان بون دون لو فيتور اذا كان اليوم عنده الى الشابه مرافع قضيه ولا اي في مباراه مع النادي الافريقي وياخذ لي 3 بوين مو لي زانستونس الفوق نتاع الفيفا للتاس هكا ولا اذا كان فرضيه قول لي برك نوري اذا كان الشابه تربح القضيه هذه شنو يصير في الشامبيون نتاعنا وفي لي دو بول وبلاي اوف وبلاي اوت شنو يصير بربي وقتها اذا كان فما صار تظلم مثلا ما عرفش انا نفرض واحد وفات البطوله والفريق اكس هز البطوله اوكي باش يجي نفرض النادي الافريقي هز البطوله ان شاء الله وقتها مثلا ان شاء الله بالطبيعه يجي مثلا ترجي رياضي ولا النجم يعمل تظلم يقول انا بون كلوب افريكان بما انه خسرت خسرت القضيه نتاعها في التاس دونك ما عادش عندها 3 نقاط حوافز دونك يلزم نحيولها ما تنسى وقتها ندخلوا في جدليه اخرى وفي عركه اخرى ماهيش باش تنتهي دونك لي جيسو لهنا نرجع ما عندك عندك من غاديك الكاف والتشامبيونز ليغ صحيح دونك نرجع لك للمأزق ايوا نختموا متر نتاع الرفض نتاع 3 جمعيات انا قلتها قلت معناتها 3 هذوما رفضوا لو ما صارتش المباراه هذه لهنا باش تعاود تدخل الرابط وباش تهزم نجم المتلوي وحمام سوسه جزائيا وكي باش تهزمهم جزائيا شكون اللي باش يطلع ويتيح باش تولي جرجيس تستفيد هكا ولا صحيح برا دونك باش يفضها تو الشربيكه هذه هذاك المشكل ولا اكثر من هذا استاذ التساؤل لحظه يا ماتر خلينا ناخذ تفاعل ونعطيك كلمه الختام تعهدت الوزاره بالقضيه هذه واذا كان القرار نتاعها يجي مخالف لقرار الجامعه هل انه اصرار 3 جمعيات عاد على الوزاره ما تنجمش تاخذ قرار راه يتعلق بالمباراه ايمان شنو حابه تعمل اليوم الوزاره حابه تاخذ اكثر الوزارة اليوم مش قالت لك قالت لك الارتيكل 55 و 56 من قانون 104 لسنة 94 يقول لك يلزم الجامعة باتخاذ قرار وقت الجامعة تاخذ قرار انا بناء على القرار هذاك ناخذ قرار بحل الجمعية او انزالها او نجم تحل جمعية هي الوزارة ما تنجم في حالة ثبوت البيع والشراء ما هو هذا اللي نحكي فيه والبيع هو ما تثبتش البيع والشراء شكون ما تثبتش ما يثبتش أنا قلت لك رانا نحكيو علاش قلت لك العركة زايدة والندوة الصحفية اليوم زايدة لأنه من توا نقول لك راهو البيع والشراء ما هوش شفت سمير دونك نحكيو في أنفو بروبليم دونك عدم في صورة عدم ما تمش الماتش هذا اللي قررته الجامعة بين المتلوي وبين حمام سوسة شنو اللي يصير؟ هذا المتلوي وحمام سوسة الاشكال الكبير لو كان ما يلعبوش باش يخسروا زوز جزائيا وبرا جرجيس تولي تتمسك ولو انه رئيسها البارح قال ما نتمسكش واذا ما تمسكش وقال لا ما نقعدش باش نوليو نتشحتوه يقعد وشكون باش معناتها فريمون معناتها من مصلحتهم انه يلعبوا الماتش قول لك حاجه انا نقول ان شاء الله لجنه الاستئناف لانه القرار وقع استئنافه رايي الشخصي هذايا ولا يلزمني الا انا تأيد القرار لا ما تأيدوش تنقض القرار وتحكم بإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان
وكل حد يمشي يشد ثنيته اللي طاح وتتعهد النيابه العموميه بالبحث ونهارت النيابه تتعهد ونهارت يثبت الواحد وقتها لكل حادثه حديث فما دخلنا في حكم على النوايا اللي هو ماهوش معقول جمله. يعطيك صحه استاذ كمال بن خليل، شكرا على قراءتك القانونيه. برلمان هنا يعطيهم الصحه انه في صحفيس خذوا قرار في علاقه بشبهه مباراه امل حمام سوسه وترجي الجيس، علاش ما صارش نفس الحكايه في الماتش نتاع 7-7 وماتش نتاع جندوبه ومباريات نتاع القروان وكالشبهات هذوك الكل هما شبهات، علاش ما صار فيهم حتى شيء في حين انه الشبهه هذيا ما صارتش؟ ويقعد ديما التساؤل الكبير ياسر، وين المباراه الاخرى؟ وين المباراه الاخرى نتاع الترجي نتاع المتلاوي و... اللي مش ينجزوها وكذا والعروض وطلب العروض وبلاش يا ودي شيء كبير ياسر معناها كبشوا في الحكايه هذيا بصفه معناها مستعجله ثم قضايا بسرعه عنا دوسيه في المعاملات الماليه بين البنوك. البنك المركزي ساعات يعمل اشعار للبنك الفلاني قل له رد بالك الكليون تاعك كذا ما هو السلفة برا اوكي تكثر حل هنا عمل مشكلة حل في البنك هذا عمل مشكلة. اليوم الصورة متاع تونس في الاتحاد الدولي الفيفا ولجنة النزاعات فضيحة، الصورة سيئة رانا من المشكلة المشكلة معناه وانك اليوم ماشيين جايين على الطاس موش حلو بالكل. وحاجة أخرى التلاعب بالمباراة الشبهات، ما نحبش نقول تلاعب شبهات التلاعب ديما شبهات فيها نيابة العمومية ما نظرتش ما خذتش قرار نقول شبهات هذه الكل يا أخي الأخبار ما توصلش للعالم توصل مع الأسف. هذا دونك في خصوص الموضوع اللي أكيد مازلنا باش نتابعوه، أكيد باش يصيروا فيه مستجدات ومعطيات جديدة. أونتر تون عندنا برشا على دوسي اليوم فريد من نوعه، البركاجات وما أدراك ما البركاجات. الدوسي بشرة سعيد مرحبا بك، كنت قدم لنا الموضوع وعلاش اختار تحكي فيه موضوع البركاجات في محيط الملاعب. مرحبا بك ايمن، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. دونك علاش اخترنا الموضوع هذايا؟ هو اللي يزي توا الظاهره هذه وليت برشا الحديث عليها، شفنا دي زارتيكل يحكيوا على البركاجات اللي كثرت في انحاء الملاعب، هما حكيوا جينيرالمون احنا خذينا ملعب رادس معناتها كعينه من الملاعب الموجوده هذه، شفنا الاحداث الاخرى زاد الموجوده في مباراه نادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي، برشا عنف برشا بركاجات برشا، حتى لي بوبليكاسيون على الفيسبوك تلقى العباد بعد الماتش ويت كل واحد اللي ما لقاش تليفونه اللي يروح كرهبته مكسره اللي كذا. قلنا وقايد خلنا نعملوا دورة نشوفوا شنية الحكاية نتاع البركاجات هذية، منين معناتها بالضبط صاير هالانفيلات هذية كل الأمن يقول لك معناتها احنا واقفين لعبت ما زالت تتشكى. دونك خذينا عينة من كل شيء، خذينا الأمن، خذينا الأخصائية النفسية اللي تفسر سخطو تفاقم العنف في المدة هذية، خذينا زادة اللي يبراكي وخذينا اللي تبراكة. دونك برشا شهود اللي يبراكي اللي يبراكي هذا هو لب الأهم أهم نقطة في الموضوع. كيفاش دبرت براكي جمعة وانا نحاول معاه وكل اللي براكي هذي البارح في الليل باش حسيل وصلنا وعطاه اسمه الحقيقي ولا اسمه بتبيع عليه كل شيء مغطي وزيدة وخذينا واحد ما عملكش براكاج المفيد ليلي الحمد لله انا شعر يصير براكاج وانا نصور في البلانت كوب ما يعطيك صح عنا تقرير هين فيلم تقرير هين كامل وشامل نسمعه ونتفرجه في التقرير. تقرير بشرة سعيد عسلامة الناس الكل، موضوعنا اليوم يهم المشجعين مهما كانت جمعيتهم، موضوع يحكي على نوع من أنواع العنف في الملاعب وخارج الملاعب. نقدم لكم تقرير يحكي على البركاجات وقت المرواح مستاذ في الأحياء المجاورة، ولكن زادة نحكيو على البركاجات اللي تصير في الباركينج بين ولاد الجمعية الوحدة. حتى الوقت شو تتواصل الاعتداءات هذه؟ شنو دور الأمنيين في تأمين خروج المشجعين؟ تفسير علم النفس لظاهرة البركاجات، رأي المجموعات في الاتهامات الموجهة لهم بعد استفحال ظاهرة ولد الجمعية اللي يعتدي على ولد جمعيته، والأهم من هذا الكل شهادات حية لعبيدة تعرضت للعنف وعبيد مارست العنف وفكت تلغيرها. هذا كل تلقاوها في التقرير هذا، نخليكم تتفرجوا. مع نهاية كل مباراة ينتظر كل مشجع خارج من ملعب رادس بالأساس مغامرة المرويح ومحاولة الخروج من غير ما يتعرض لعملية سرقة نشل ولا اعتداء، خاصة إذا يكون الخروج وحده ومش مرافق بمجموعة ينجم يحتمي بها. ظاهرة البركاجات اللي توصل حتى لسكان المناطق المجاورة للملعب وما تقتصرش على المشجعين. بالنسبة للعبيد اللي تسكن حتى قريب لهنيرة وحتى هي عندها الغيسك انها تتبركة، الحقيقة يعني فما زوز كياسات كبار، كياس يعني الجي بي ان وفما كياس اللي تدخل به للمدينة الداخل، وزوز يعني مالوغوزمون يصير فيهم برشا حاجات كل ماتش. الحقيقة العوام الاخرى تاول بيريود الاخرانية
ولا الأمن يمشي ويجي أكثر. اما راو نعرفوا نحن كل ماتش فما يعني نسمعوا عبيد يعني تبركات عبيد اللي تفكلوا تليفونه اللي تفكلوا تفكتلوا كاسكيتو يعني ولات بالنسبة لنا حاجة عادية على الاخر. مروان بالليل رئيس الفرقة العدلية بحمام ملف قال لنا انه الامن حريص على المسألة هذه ومؤخرا تمكنوا من القضاء على عصابة منظمة. في الفترة الاخيرة عنا عصابة منظمة تحترف الاجرام في منطقة برج الوزير، هو حي قريب لملعب رادس. حي هذايا طبيعة المنطقة فيه معناها يخليك صعيب انك تشد فيه اطراف خاصة متلبسين، تصير شوية انكومبرمون في المفترق اللي مقابل برج الوزير، يستغلوا الامبوتياج هذيك ويعملوا ديبراكاج سواء للسيارات يرشقوهم بالحجر والا للمترجلين اللي مروحين من استاد رادس. احنا عملنا برشا مداهمات للحي هذايا وتمكننا من أطراف شديناهم، لكن الأطراف الرئيسيين في العصابة هذه اللي عندهم برشا مناشير تفتيش فيهم اللي فيها 20 منشور فيه اللي فيه 19 منشور تفتيش 18 منشور عصابة منظمة. أنا نسكن قريب برشا من هنا وروحوا بعد الماتش وفيه هكا بعد بساعة وكل مروحين جمهور مالوريزمون كيف كما العادة يعملوا في الشغب ويعملوا في نامبورتوكوا في الكياس، ولهنا فما برشا قهاوي فما برشا كوميرس وكل شيء اللي تعدى فرحوا بيه ما نحكي لكش. يعني فما واحد قاعد على المادة متاع القهوة هزولوا كاسكيت وتعديه يعني لهو تكلم لهو ما تكلموا مشاو عادي، وفما القهاوي اللي مساكن يعني ذروم فما عطال قدام شوية حط ستيك متاع مية هكا نحن في السيف سيك مي ذكم يعني هم تعديوا هم وفيوا معاهم يعني ما قعدت حتى شيء بعد ما تعديوا يعني كل واحد وش يصير له بالحق. وإما يعني كل بريس كل ماتش وليو يعني تهبط الريدوات تتسكر الحوانت هكا ربع ساعة أربع دراج يتعديوا يعني جمهور بالصغار بالكبار بكل يوفى كل شيء العباد تعاود تحل الكوميرس نتاعها هذي بالنسبة للعباد اللي تسكن يعني قريب. عنا خطط في دخول ملعب رادس وخطط زادة خطط الخروج، كل منطقة تعرفش تعمل وعندها خطة الخروج متاحة. منطقة بن عروس عندها مسالك متاحة، منطقة حملف عندها المسالك متاحة، دورياتنا الكل تخدم، شرطة النجدة تخدم معنا، مصلحة النشل، معناها الناس كل قاعدة تتعاون باش نتصدىوا للظاهرة. هو منسوب العنف جنرال موزيد مش البركاجات فقط، منسوب العنف بصفة عامة في تونس زاد، لكن نسبة البركاجات نقصت. صحيح أنه المدة الأخرى كثر الحديث على البركاجات، لكن الجانب الأمني يأكد تراجع عدد القضايا المسجلة، حاجة تخلينا نتسأله على التضارب هذايا، هل هو خوف المواطنين من التبليغ وإلا بحكم طول الإجراءات الناس تأيس وتفقد الأمل في أنه تاخو حقها؟ احنا تواجهنا بالسؤال اخصائيه علم النفس ايناس بن سليمه اللي تعتبره مرتبط بارتفاع منسوب العنف عموما وخاصه عند الشباب. وراهم هما صغيرات بعد الريفوليسيون، بعد الريفوليسيون يمكن اللي تحطت حاجتي كلمة حرية دي جون اللي هم زالوا في تاد دو ديفلوبمون نلقاهم هما يمارسوا في سلوك عدواني فيزافي الاخر. الوغ ولا الانسان اللي دور في وسط المجتمع نتاعنا سورتو الطفولي هو اللي يدافع على روحه بالعنف، الانسان القوي هو الانسان الباربو. فما اللي ينطر خاطر هذاك سارق عملها مهنة يعني في اي بلاصه فيه، وفما انه الظروف هي اللي حطته غاديه وخلطه ما نعرفش خاطر يقول لك الخلطه بلطه وجه ربي يعطي. انا مثلا مع ولاد حومتي في الصغرى وكذا وكذا كنا نلموا بعضنا كنا في هكا وكذا ونمشيوا مع بعضنا ونقفوا على الطرود وننطروا ما نكذبش عليك يعني. وهي راهو اللي يضحك انه في الحكايه الكل ريتهم بعض هذاك الكل وتلقى كل واحد باش يلقى بايو 15000 20000 تلقاهم يا ولدي هيا هيا نمشيو تيشني خلموا مصروف الجمعه ما نكذبش عليك. تلقى لي محربش معانا وتلقى لي متكيف وتلقى لي كذا وكلها تتلم بعضها وتمشي واللي ينطر ينطر واللي يكسر يكسر واللي يضرب يضرب وعادي عادي هذيك هي الدنيا. الانتماء للمجموعات اللي هما باش يحسوا رواحهم انهم هما مقبولين باش ثقتهم تكون موجودة لازم الشخص اللي هو الليدر الشخص اللي هو القوي يقبلهم في وسط مجموعته ويحس روحه وقتها هو منتمي الناس هذوما ثقته في روحه ويولي فما اكتفاء ذاتي وشخصيته تكتمل ويولي فينالمون كي وليت من مجموعتي والمجموعة الأخرى وليت هي ضدي شو لازمنا؟ لازمنا نكون ضد بعضنا ما نجم نكون ضد بعضنا كان زادة كيف تكون فما ممارسات باش نكون قوي نجم يكون سرقة
نجم تكون براكاش، نجم تكون عنف، عركة، ما عادش يولي انتماء للمجموعة، خاطر المجموعة اللي هي مثلاً جمعيته هذيك اللي بش يمشي لها ما عادش هذيك هي اكتفاءه. مش خاطر يحبها هو، هو يحب يمشي للأستاذ باش يمارس قوته، باش يمارس، باش يوري عضلاته، باش يوري هو موجود. ما عادش خاطر موجود على خاطر الجمعية. هذيك علاش كما نشوفوا احنا الجانب الرياضي ما عادش مقبل. اخترنا ناخذوا راي مدير حفظ النظام لطفي منصور المسؤول على الامن في ملعب رادس، واللي يكون هو والاعوان في اتصال مباشر مع الجماهير الكل. ملي بدات الازمه نتاع كورونا وبدات المشاكل هذيا ولينا نخدموا معناها المقابلات الكل تقريبا بجمهور نتاع الفريق المحلي فقط، الا انه المده الاخرى صحيح استفلت المشاكل ما بين معناها في وسط الجمهور واحد، وهذه الظاهره نتاع المجموعات اللي هما الاكثريه معناها 90% منهم وليدات صغار. احنا مؤتمنين على ارواح عباد تجي تتفرج في مقابله نتاع كره قدم، يصير معناها اعتداءات جسديه، واحد لازم يكون فما ايقافات. فما ناس دخانية ولا تستعزب منه الشيء هذاك، ولا تشوف في الستاد مورد رزق يعيش منه كل جمعة، يجيب منه فلوس كذا، معناها 10 سنين الستاد مسكر بعد ثورة، معناها يعطيك في 13,000 وفي 7,000 تذكرة، تجي أنت تلقى الطفل هذا مش عايش شيء، مش هذاك وقاعد عايش في فوق، يسمع برك، هاني أنا جروبي وهاني أنا جروبي وهذاك جروب وهذاك جروب، وعندما باش يعمل 18 سنة، باش يمشي للستاد، باش يوري اللي هو ينجم يضرب البوليس، وباش يوري اللي هو معناها يكره اللي بحذاه اللي قاعد بحذاه يمين ولا يسار، ما فماش شكون يعطرو، باش يجي يقابل فيه في كبير ويقابل فيه في ريونيون، أي باش يفسر، أنا أنت ضامن الكبارات نتاع الجروبات الكل معناها ناس مأثرة وناس، الكبير بيدو تلقاه مش مأثر، الحديد بالذات راه مش تابع المهم، ما يمثلش الناس أصلا اللي قاعدة المغرومة، السيد هذاك وجمعيته اللي يجي من آخر الدنيا يصرف الفلوس وديبلاسمون يجيك من الجنوب ولا منين، ما تجيش أنت تقول لي أنا وجمعيته السيد هذاك. تبركيه سيدة ذاك والجمعية اللي تعب عليها وجيه من آخر الدنيا على الساعة ونص اللي روح ذاك والجمعية ذاك اللي الناس تريسبكتيها، مش نقول لك جبورة معنى وطبعات إذا الجبورة مش بجهوية، هذه الناس الجبورة اللي تجيب في الحديد اللي استادي. كنا زادة مع واحد من الجماهير المتضررين من ملعب رادس وحكينا على تجربته الأليمة. خارجين من استاد في الباركيل بتاع رادس بس نطلعوا في الكهرباء، يهدوا علينا برشا عباد، يجبدوا علينا سكيك، أنا ندخل صاحبي ويهدونا باش نعطيهم تليفوناتنا، ندخل صاحبي مد تليفون وأنا مدي التليفون، عصير طلعنا في الكهرباء مشينا باش نحكيو مع الحاكم، الحاكم قال لنا برا استاد ما يمنيش فيكم نتصرف. الحقيقة نقصت برشا على المشي تاع على قبل، يعني ما عادش كالعادة معناتها. اي حاجه تصير من نوع من القبيله ذي بتاثر فيك نفسيا معناتها، بالطبيعه معناتها واحد ولا تروماتيزي معناتها، يولي فما خوف من المجتمع، يولي عنده فوبيا سوسيال، يولي عنده خوف من التاقلم مع الناس اللي هو مختلفين على عائلته وعلى اصحابه، معناتها اي انسان اترانجي عليه يولي مرهوب وعنده الرهبه، تنقص له نسبه التركيز، وساعات يوليو يتعلموا هما بيدهم العنف بيدو، يقول لك كان انا براكيوني وما عرفتش ندافع وما نجمتش ما نلقاش القوه نتاعي باش نمشي ترينا، يمشي حتى هو يمارس رياضه اللي هي تجم تكون فيها مثلا عنف، ويقول لك انا على قليله مره جيك تعوض تصيدي الحكايه هذه نلقى روحي. العباد من الاول ناكره فيها المجموعات، حتى كي يقعدوا في بلاتوات ولا كافيه، حتى كوميتي تاع جمعيات، يعني نحكي لك جمعياتك معناها جمعيته ناكره فيه السيد هذاك، ناس عاشت غرامه مني صغار تحب توصل حلمها للي يكبر وللي يجيب وليد يحبوا يهزوا معاه للفراش ويغني معاه. فما خويا دوخ عليه خويا وصلت الناس باش تحكي علينا هكا، ما كانش مستحيل رانا واصلين وين تحب تقدر عليه. ما نموتوش احنا على الاخر نفس، ما نموتوش لين ربي الزمان. فاصل ثم نعود للتعليق على التقرير اللي كنا نتفرجوا فيه. مرحبا من جديد في سبور بليس، كنا نتفرجوا في تقرير مطول، هو تقرير مطول ميني دوكيومنتير من انجاز زميلتنا بشرة سعيد، برافو يعطيك صحه بشرة. هات ناخذوا تعليق عليه كنا نتفرجوا فيه. سمير السليمي براكاجيت ملي كانوا البرامستاد الناس مواطنين يعني في براكاجيت، الموضه جديده متاع انه مجموعات الاحباء قاعده في براكاجيت، سمعنا عديد من الاطراف والشهادات. شنو عندك ما تعلق؟ مش نعطيك سؤال مواجه، شنو عندك؟ لا لا مانيش مستغرب من الوضعيه اللي وصلنا لها، فما ناس هذيك ولات خدمتها انها تمشي للملعب باش تتفرج ولا تشجع، لا بالعكس تمشي تسترزق، تمشي تدبر شويه فلوس
خدمته هذيك ريتك اللي يمشي نهار لحد السوق باش يعبي القفه نتاعو لوليداتو، هو يمشي للاستاد باش يعبي مكاتبه بالفلوس. شهادة المتضرر في البلاكاج قال لك مجموعة بسكيك وعطينا التليفونات، تصور كان معطاوش التليفونات راهي تحت ترويح هكا ولا لا؟ وثم التيمونياج الاخر اللي قال تحت تأثير المخدرات والدويات. هذيك الوضعية اخويا، وهذاك علاش عدد كبير من الجماهير ما عادش يمشي للستاد وينبه على وليداته باش ما عادش ونهار لحد يسكر عليهم الدار باش ما يخرجوش من الدار. وهذا المخطر ما كانش موجود قبل. هذا هو اخويا الواقع نتاعنا، استاد ولا مرتع ولا معناها كي تمشي للملعب ما تعرفش روحك، تروح ناقص ساق ناقص يد ناقص عين ناقص تليفون ما تعرفش عليه. وهذه سامحني هذه الواقع نقول فيه بكل مرارة، ولكن هذاك الواقع نتاعنا. مادام حكينا على الموضوع خاطر اتفاق بالكدا بالكدا، اليوم الخسارة النفسية تقول تعدينا مرحلة جديدة من الانتماء في وسط الانتماء، هو موجود انه يمشي المتفرج يتفرج في جمعيته، هو انتماء لجمعيته، فاصبح الانتماء للمجموعة اللي في وسط المجموعة وباش ياخذ ثقة معناها اللي هو القوي قالت ولا شنية معناها تاع المجموعة هذيك واللي ولينا معناها كيما العصابات موجودة فوالا. Malheureusement, c'est plus grave كيما لي سكت، تعرف لي سكت فيهم ان غورو، الغورو هذاك كيما تقول هو اللي يحكم الامر الناهي والناس تطيع الغورو نتاعها من غير ما تفكر. شوف انا مش مع انه صحيح الثوره ومفاهيم كيما الحريه فهمت معناها بالخطا اصبحت فوضى، لكن ازاش ننسوا فما اسباب اخرى وسيرمون علماء الاجتماع وهذوما الاطباء النفسيين يعرفوا الأسباب. عندك الانقطاع المبكر عن التعليم سمير عندنا أرقام مفزعة جدا في وزارة التعليم، الأولاد اللي بطلوا القراية 10 ans à 9 ans à 11 ans مشكل كبير. هذا كوين يمشي القراية؟ هذا كيمشي للستاد. فما حالات الطلاق اللي معناها أرقام كبيرة جدا، تعرف حالة الانفصال الصغار شكون ليهم يضيعوا سمير، دونك سي تافي نورمال. أول بلاصة لا ديلانكونس الستاد قريب برشا، ثم الممنوعات اللي مع الثورة ومع نعرفوا الحدود ما عادش محروسة بالقدا واحد، دونك ولات كميات كبيرة جدا. اليوم كنا نحكيو أنه موجودين في المعاهد وفي الجامعات، لا اليوم موجودين في المدارس سمير، مدارس تاع المدارس معناها من 6 ل 12 سنة أو من 6 ل 11 سنة وكوليج اليوم الحراب. لا لا خلينا الكوليج عادي معناها سمير الحرابش وما وما ومشاكل كله موجود. دونك الأسباب هذه الكل نتيجة 10 سنوات من الكبت. لا 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 لا, لا, لا. خاطر كي نسمعوا تو هنا بين 13 مش هذا جيل الثورة، لا جيل الثورة مازال، جيل الثورة مازال يلزموا 6 7 سنين أخرين، واللي عمره 17 سنة 18 سنة نحكيو على جيل الثورة، اللي عمره مثلا عمره 10 سنين في الثورة تو عمره 22 سنة معناها باش نكملوا ونقفل. الأسباب غياب الدولة كذلك. تو أنا سمعت إخواننا الأمنيين، أنا نعرفش معناها صعوبة نهار لحد بالنسبة للأمنيين سمير، تعرف مساكن من الصباح الساعة يعملوا وكل المحاكاة ليلة الماتش يدخلوا الستاد ويعملوا كل العملية البيضاء نهار السبت، نهار لحد مساكن من 9 دبوزة الماء والكسكروت وساقوا في البروتكا تحت القائلة ولا تحت المطر. أنا معاهم يتعبوا برشا وساعات نفهم ردة فعل متاعهم كي يبدأ فيها شوية إفراط في العنف، لكن خويا العزيز أنت في رادس خرجوا اش تعمل بعدين أنت الجمهور؟ بالرسبة خويا المدينة الجديدة أكثر بلاصة أهلة وأنت خارج من رادس المدينة الجديدة، الراجل قال لك لحوانت القهاوي هذيك اللي يصير فيها كثنيه هذيك ديما كل ماتش يصير فيها كرابتين، حط كرابتين غادي زوز باقات غادي تو تتحل الامور. كذلك زاد يلزم معناها غياب الدوله، راهو كي تغيب الدوله يصير كل شيء. مجموعه نتاع عديد من المعطيات. بشرى انت خدمت التقرير اكيد في المونتاج نحيت برشا سميها بشرى شكون سميها الله يرحم شيرين ابو عقله نتاع اليسار طلعت لبرا فوق خطير عليها زروق خطيره الحكايه فك البلاصه يقع استقطابها لبعض البرامج الاخرى خطيره كيما شنو الاشواط التلفزيونيه والاجنبيه والمحليه نفرح لها والله نفرح اي علاش ليه من كل قلبي ودواعي سروري برشا رباط دجاج برشا شجاع باش قابلت الناس هذوكم فك البلاصه علاه شيرين ابو عقله عليه طفل مازال صغير حاسك تحب تقول حاجه ما فهمتش وين تراها مثلا بشرى مشروع حقه حمزه البلد بالعكس هذيك مشروع شهاده
في مهنة الصحافة شنو هي المشكلة؟ أيقونة أيقونة بتاع صحافة شيرين أبو عقلة حمزة البلومي بوه نتناقشوا نتناقشوا لا 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 فماش فماش حمزة البلومي وي بشر شنو عندك ما تفيدنا بارابور للتقرير اللي خدمته واللي خذا لك عديد من الأسابيع؟ أول حاجة ساعة باش نركز أكثر حاجة على المجموعات أكثر عباد يحكيوا عليهم والاتهامات الموجهة اليوم لأنه هما بيدهم متشكين من الحكاية هذه متشكين من العباد اللي يسميوهم معناتها بالدخلاء اللي يدخلوا ينضويوا تحت المجموعات هذية ويستعملوا اسم المجموعات والبرودويات متاع المجموعات وغيره باش يهجموا على العباد وباش يعملوا الاعتداءات اللي يقولوا لهم ما يمثلونيش وكل دونك يحاولوا يقولوا من ذبينا في المنابر الإعلامية ما تحطوش اللوم الكل علينا وراه فما بيه وخايب في كل حاجة زيدا فما راهو اللي بركي واللي مهمش من الفيراج من منطقة الفيراج فما حتى اللي بدوا يستنيوا البرة كاريمون كما اللي مدخل الجملة الاستاد يقعد يستنى البرة ما يدخل الجملة ما عنده حتى علاقة حتى بالجمعية ذيك وما يهموش الماتش ذيك متاع شكون أصلا ولا ما يعرفش شكون يلعب عنده غزوة غزوة ماشي باش يصور غزوة فوالا دونك كما قلت الجانب الأمني زادة اللي رغم الخطط اللي حطوهم والحكايات اللي يحكيوا عليهم يمكن فما حاجات للمراجعة يمكن زادة حملات باش يزيدوا يحسوا العبيد كما شفنا القضايا معناتها المسجلة اللي هي نقصت برابور للحاجات اللي نرى فيهم على الفيسبوك وكل دونك ماذا بينا زادة حتى العبيد معناتها تعاون وتمشي تشكي وفما معناتها فما أمني وصل قال لي راه فما مناطق معينة ما يحبوش يشكيوا معناتها تلمون خايفين فوالا دونك قولك فك عليا ودفعت ولا انا وياه ابخيتو الضرر معناتها ماهوش جاي اللي هو سينو راه الحاله هذه ما تخصش كان ملعب رادس فما برشا عبيد قالوا لي على ملعب سوسه اللي هو يقولوا راهو ملعب سوسه اخطر برشا من ملعب رادس دونك الخروج منه مشكله صعيبه ياسر بعد كل ماتش براتيكمون كل ماتش فما معناتها القضيه اللي معاه والبركاجات اللي معاه يعطيك صحة بشرة يعطيك صحة سمير السليمي يعطيك صحة قيس اليعقوبي كنتوا متألقين في تحاليلكم النفسية والبسيكولوجية والأمنية شكرا لكل كنتوا في المتابعة والاستماع نلتقي إن شاء الله غدا في نفس التوقيت صباح الخير.